وسط جماهير شعبنا من قبل 26 سبتمبر ومن قبل 14 أكتوبر. أذكر وأنا طفل في 57 تقريبا، كانت هناك انتفاضة في الظالة ضد الاستعمار البريطاني، كان ملجأ ومكان تموين وتحديد وتحميل السلاح أو إعطاء السلاح في منطقة قعطبة. لماذا ذهبوا إلى قعطبة؟ قعطبة تقصد في الشمال؟ شمال الوطن، نعم، أيامها. لأنه الشعب علاقاته الاجتماعية والأخلاقية والسياسية علاقته واحدة، كما قلت هذا الكلام في 57. في 62 وقبل قيام ثورة 26 سبتمبر بيومين، الاستعمار البريطاني حاول أن يعمل فجوة بين جماهير الشعب في عدن، أنه كان في انتخابات ما يسمى بالمجلس التشريعي، قال على أي شمالي أن يحمل بطاقة ليشارك في الانتخابات أو لا يشارك. حركت مظاهرات عارمة في قلب عدن، شارك فيها العمال، الطلاب، المثقفين، حزب الشعب الاشتراكي، كل القوى السياسية في مظاهرة عارمة، واتجهت لمبنى المجلس التشريعي، وتم إسقاط العلم البريطاني على المجلس التشريعي. إحدى الطالبات أسقطت العلم، فالإنجليز أطلقوا طلقة وأصابوها باليد. ماذا يعني هذا؟ وقبل ثورة 26 سبتمبر بيومين، تعني أن الشعب شعب واحد، مشاعره واحدة، طموحاته واحدة. جاء ثورة 26 سبتمبر ويتحمل إعادة الأمر الطبيعي لشعب مزقه أعداؤه ضد إرادته وضد رغبته. فتحركت جماهير الشعب من مختلف مناطق الوطن، ليس من صنعاء وحجة وصعدة فحسب وتعز، وإنما من شبوة، من الضالع، من العواذل، من العوالق، من أبيض، من كل المناطق، للانخراط بالحرس الوطني والدفاع عن ثورة 26 سبتمبر. وكما سبق أن قلت بأن منفذ الراهدة لوحده استقبل 64 ألفا خلال 3 شهور الأولى لقيام ثورة سبتمبر، غير الذي دخلوا من طريق الضالع قاطبة، مكيراس، البيضاء، شبوة، مارب، خط الحدودي كامل كاملا، وتفاعلوا وانخرطوا بالحرس الوطني، ولعل جبال المحابشة ووديان حرب وصرواح وكل المعارك تفيت نظام الجمهوري، سقط هنالك من الشهداء من أبناء المناطق الجنوبية، واختلط الدم اليمني مع الدم العربي المصري تثبيتا لثورة 26 سبتمبر. وعندما قامت ثورة 14 من أكتوبر، كان من أهم أهدافها طرد الاستعمار وإعادة الأمر الطبيعي وتحقيق الوحدة. الفرق الفدائية كان يسقط الشهيد ولا يعرف، أو الشهيد جانبه لا يعرف مسقط رأسه من أين، هل أنت من الضالع أو من تعز أو من حجة أو من ضالع. 8 فرق فدائية للتنظيم الشعبي القوى الثورية، 4 منهم من أبناء تعز. قادت فرق فدائية، صلاح الدين، المجد، النجدة، النصر.